اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن في وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، أعلن أنه هيتم تسليم 11,082 مدرسة المخصصة كمقر الانتخابات البرلمانية للجنة العليا للانتخابات قبل الانتخابات بيوم واحد. وقال كمان أنه تقرر مشاركة مدير المدرسة وعاملين في الانتخابات البرلمانية من الناحية الإدارية فقط، يعني مشاركتهم هتهدف للحفاظ بشكل كبير على الأساس والمقاعد في المدارس من أي نقل أو محاولات للعبث إذا كان في حد عايز يلخبط أو يكسر، وأنهم مش معنيين بالجزء الفني الخاص بسير أعمال الانتخابات على الإطلاق، وأنه هيتم التنسيق مع المحافظين ومدير الأمن في المحافظات في هذا الجزء.